تعرف لحضرتك. مدحت العيادة رئيس اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا وكاتب. تعليق حضرتك، النهارده كان في مؤتمر ائتلاف اقباط مصر، نعرف بس الاجتماع اصفر عن ايه؟ بصراحة انا شايف الاجتماع، هو انا كنت جاي مدعو بحيث ان انا اتكلم على مصر في المرحلة القادمة او رؤية الاحداث اللي حدثت. فطبعا شايف ان الاخوة جميع ائتلاف الاقباط ده شباب ناضج وواعي، وهدفه اولا واخيرا مصلحة مصر، وشايف ان اجمل حاجة فيه انه بيضم عدد من الاخوة المسلمين، حتى في الشيخ احمد، فدي بتدينا رؤية جميلة على مصر المستقبل. لكن احنا ما طلعناش طبعا يعني مش جايين عشان توصيات معينة، احنا جايين عشان نتدارس ونتباحث الموقف الحالي. يعني تدعيم مرشح من المرشحين مثلا؟ بلا شك، احنا ما عندناش طبعا الا الفريق شفيق، لانه هو مرشح الدولة المدنية اللي احنا كلنا وكل المصريين الشرفاء بيهتموا بيه. لان انا عن نفسي شبهت الفرق بين المرشح الدولة المدنية والدولة الدينية، ان ده علاقة بين الورم والسرطان. السرطان ما تقدرش تشيله، اما الورم من الممكن ان تزيحه او تشيله في اي وقت. يعني مصر في عيون أوروبا إيه؟ مصر طبعا في عيون أوروبا هي بلد جميلة، بلد حضارية، ولكن نأمل أن الصورة تبقى واضحة أكتر، لأن الشعب الأوروبي عرف كم المعاناة للأقباط اللي عاشوها بعد الثورة. فأتمنى أن مصر تكون أجمل، لأن لما هتكون أجمل كل الناس هتيجوا ويحضروا ويتمتعوا بمصر وهيعود بالرخاء على شعبها الطيب. أقباط المهجر كان لهم دور سياسي حيوي في تحريك الأحداث في مصر، يعني سياسيا، وعامل ضغط لحقوق الأقباط. أولا المسيحيين في بلاد المهجر، لأننا ضد تعبير أقباط المهجر، المسيحيين في بلاد المهجر هم جزء نسيج ونسيج حي للشعب القبطي داخل مصر والشعب المصري، فهم بيحملوا همومهم وبيشعروا بألمهم. فإذا كنا إحنا بنعمل حاجة فبصراحة الحق يتقال، هو في شباب واعي اشتغل كويس، شباب مازبيرو، شباب ائتلاف الأقباط، في عدد كبير جدا جدا من الحركات القبطية ساهمت أو كمان في رفع وتحريك الأمور المشاكل الأقباط على الساحة المصرية. متى يعود المصريين الأقباط في أوروبا إلى مصر؟ وانا سألت السؤال ده وقلت حينما تكون مصر دولة حاضنة لأبنائها، حينما تكون مصر دولة غير مفرزة فرزة لأبنائها، هذا على أساس دين أو عقيدة أو شكل أو لون، مصر تعود لها الطيور المهاجرة حينما يجدوا الراحة، حينما يجدوا الجو الملائم لهم في مصر. هل الفريق أحمد شفيق هيحقق هذه الأمانة؟ انا اقول لحضرتك الفريق احمد شفيق في اعتقاد طبعا مش يقدر يحقق هذه الاماني، لكن دورنا ان احنا نحقق احنا، لان لو احنا قلنا هو اللي يحقق يبقى احنا ممكن بنقول نرجع العصر الديكتاتوري. وطبعا مصر محتاجة تكافؤ جميع القوى لتحقيق المرجو، الخطط المرجوة، يعني أمال مرجوة. الاولويات التي تطلبها من مصر، من رئيس مصر الذي يأتي، يعني طبعا الامن، لان الامن ده شيء مهم. ثالث حاجة عودة الروح بين الشعب المصري وجميع اطراف وفئاته، واولا واخيرا الاهتمام بفقراء الشعب المصري، وعمل خطط تنمية سريعة لان الشعب محتاج يعيش. هل يعني في تشريعات معينة بعد حل مجلس الشعب دي تطلبها من الرئيس او المجلس القادم الذي سينتخب في حالة حل مجلس الشعب بعد خروج الحكم ببطلان المجلس؟ هو المجلس الشعبي ده اتحل، لكن انا امل ان يتم اعداد دستور حقيقي يعبر عن امال والام الشعب المصري. يعني اساسيات اللجنة تأسيس الدستور، معاييرها، هل في الاخيرة دي حضرتك رد عنها؟ لا طبعا، انا عن نفسنا اصدرنا بيان شديد اللهجه على هذه، لان ده كان لجنه تاسيسيه عباره عن فيها عنصريه وفيها استئصال وفيها مغالبه. وطبعا ده عهد الطيارات الدينيه، هي طيارات برمجيه تسعى لعمل دستور على حواها لتتمكن من مصر الى الابد. المعايير اللي حضرتك شايفها في التأسيسية للدستور القادم،
اهم معيار، معيار هوية مصر، معيار ارتباطنا بمصر، واهم نقطة اتمنى انها تتواجد في الدستور القادم ان يتم تفعيل مواد حقوق الانسان ومواد الحرية الدينية، لان هي دي اساس رئيسي لمعاناة شعب مصر وجزء كبير جدا من الاباط. المادة الثانية هل يوجد اعتراض عليها؟ بلا شك طبعا. المادة الثانية انا وجهة نظري وفي كتاباتي بقول ان الدولة يجب ان لا تكون لها دين، لان الدولة لا بتروح لا تحج ولا تقدس، فالدين ده داخل القلوب وداخل المساجد وداخل الكنائس، فالمادة دي طبعا احنا نتمنى ان لا تكون موجودة. شكرا. العفو.